وزير الداخلية، الشركات الجهوية لن ترفع أسعار الماء والكهرباء. أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الشركات الجهوية التي تتجه الدولة لإحداثها من أجل تدبير قطاعي الماء والكهرباء في مختلف الأقاليم لن ترفع أثمنة الفواتير الماء والكهرباء على المواطنين المغاربة. وحسب تقرير اللجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكن والسياسة المدينة بمجلس النواب اطلعت عليه مصادرنا يتعلق بمشروع قانون رقم 8321 يهم الشركات الجهوية متعددة الخدمات، أوضح وزير الداخلية في الاجتماع الأخير أن الطرق المعتمدة حاليا لم تثبت نجاعتها، وأنه تم إعداد تصور يقلل أكبر عدد ممكن من الإشكاليات التي تطرحها طرق التدبير الحالية. وفيما يتعلق بالاستثمارات، أكد الوزير أن طبيعة عمل هذه الشركات تحتاج إلى استثمارات مالية كبرى، وأن المقصود بالمستثمرين الخواص هم المستثمرون المؤسساتيون، مفيدا بإمكانية استثمار المستثمرين الخواص الصغار وفق ما هو معمول به.